أسعد الله صباحكم مشاهدينا في كل مكان، وأهلا بكم في أولى تغطياتنا اليومية. هكون أنا مع حضراتكم جيرمين شربين. يمكن للأسف الخبر اللي هنبدأ بيه يعني مش أفضل خبر نبدأ بيه يومنا، زي ما تعودنا بنبدأ تغطياتنا مع حضراتكم بالأخبار الهامة والسعيدة، لكن علشان لما نقول كفاية نشر أي منشورات أو أي فيديوهات فيها مشاهد للقتل أو العنف أو إراقة الدماء تصدقوا، لأن النتيجة للأسف محزنة جدا. بدل ما تكون جريمة وحشية واحدة أصبحت جريمتين، لأنه على خطى جريمة قتل الطالبة نيرة أشرف طالبة المنصورة أو فتاة جامعة المنصورة، هنلاقي عندنا نفس الجريمة بالضبط تقريبا، يعني تفاصيل متشابهة جدا لكن في الأردن الشقيقة. إيه اللي حصل؟ أمس الخميس الحقيقة كان في واقعة مقتل الطالبة الأردنية على يد زميلها، تقريبا بنتكلم نفس الجريمة بالظبط والتفاصيل متشابهة إلى حد كبير جدا. ده ليه؟ ده بسبب النشر باستمرار لمقاطع الفيديو اللي فيها مشاهد قتل وعنف وإراقة الدماء، كانت دي النتيجة. هذا الخبر متصدر كل مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا هو ترند والخاص بالطالبة الأردنية. احنا الحقيقة ما لحقناش ننسى حزننا على نيرة أشرف، ومعانا جريمة تانية أيضا الطالبة الأردنية إيمان رشيد. إيه اللي حصل؟ إيمان رشيد تم قتلها على يد زميلها في الأردن داخل الحرم الجامعي، داخل الحرم الجامعي. الطالبة الأردنية إيمان رشيد هي في سنة تانية تخصص تمريض جامعة العلوم التطبيقية، زي ما احنا شايفين مع حضراتكم الصور الآن، يعني طالبة فتاة في مقتبل العمر، صور محزنة جدا الحقيقة. إيمان في سنة تانية تخصص تمريض جامعة العلوم التطبيقية زي ما قلت لحضراتكم، أطلق شاب داخل الحرم الجامعي كان موجود هو زميلها لكن مش معاها في نفس الكلية، كان بيرتدي ملابس ترتبط بمهن يعتاد، يعني مهن تعتاد دخول داخل الجامعة، أطلق 5 رصاصات اخترقت جسد إيمان رشيد. أستأذنك يا فخري، ممكن نجيب الصورة اللي قبل دي، الرسالة اللي احنا كنا شايفينها من لحظات هنشوفها تاني دلوقتي مع حضراتكم. هذا الشاب قام بإرسال رسالة لإيمان على انستجرام وبيقول لها في، زي ما احنا شايفين مع حضراتكم الصورة الآن، راح أجي أحكي معك وإذا ما قبلتي راح أقتلك زي ما المصري قتل البنت. شايفين الرسالة مكتوبة هي وشايفينها مع حضراتكم على الشاشة، زي ما المصري قتل البنت، هو خد المصري قدوة لي. احنا كنا بنقوم بنشر الفيديوهات، ويعني كل الناس كانت بتقوم بنشر هذا الفيديو ومنشورات كثيرة عن نيرة أشرف، لأنه كله بيقول ويبدي رأيه ويقوم بتحليل الجريمة. طبعا هي جريمة وحشية بكل المعاني وكل المقاييس، لكن ايه الفايدة نقوم بهذا النشر يعني بهذا الشكل وهذا على نطاق واسع؟ النتيجة كانت محزنة جدا الحقيقة، إنه جريمة تانية بنفس التفاصيل تقريبا تحدث في دولة الأردن ويختزي فيها الجاني بالجاني المصري، شيء محزن إنه تم الاقتضاء أيضا بالجاني المصري. هذا الشاب قام بإطلاق النار زي ما قلت لحضراتكم 5 رصاصات على الطالبة إيمان رشيد، لكن داخل الحرم الجامعي. ده بقى الجديد في الموضوع، إنه داخل مش على أبواب الحرم الجامعي، يعني المهم داخل الحرم الجامعي، دخل الجامعة وهو في حيازته مسدس. رواد مواقع التواصل الاجتماعي قالوا ان هذا الشاب يعني لا يمكن ان هو يكون مختل عقليا، لانه تصرفاته وظروفه الخاصه والعامه بتقول انه مش مختل عقليا وان هو كان في كامل وعيه. الشاب كان عاوز يتعرف على الفتاه زي ما احنا شفنا مع حضراتكم الرساله، وتقريبا برضو هي كانت بترفض، فهو قام باطلاق النار عليها لرفضها الحديث معه، زي اللي حصل بالظبط في جريمة قتل نيرة أشرف. طبعا رحمة الله عليها، وإحنا بنتقدم بتأكيد بخالص تعازينا للأسرتين، لأسرة إيمان رشيد والأسرة نيرة أشرف، وبنقدم التعازي لأنفسنا الحقيقة على ما نشهده هذه الأيام، هذه الجرائم الوحشية، هذه الجرائم يعني وحشية بكل المعاني وكل المقاييس. لا تزال الحقيقة الأجهزة الأمنية الأردنية تبحث عن الجاني والذي لاذ بالفرار طبعا بعد إطلاق النار على
إيمان رشيد. وأفادت الأنباء خلال الصحف الأردنية بأن القاتل ترصد للفتاة وهي طالبة في عامها الثاني في كلية التمريض أثناء خروجها من الامتحان وأطلق عليها النار. يعني بعد ما قام الأب أو والد إيمان رشيد بتوصيلها للجامعة بعد أدائها الامتحان، تلقت الأسرة اتصال تليفوني يفيد بأنهم يعني عليهم الذهاب إلى المستشفى علشان يشوفوا إيمان رشيد. أسرة الطالبة أو قال كمان نور شقيقة عفوا قالت نور شقيقة الضحية إيمان رشيد، قالت أن والدها بعد ما وصلها الامتحان زي ما قلت لحضراتكم أمس الخميس تلقت العائلة اتصال هاتفي تقريبا عند الساعة 11 أبلغتهم بوجود بنتهم في المستشفى أن هما يجب عليهم طبعا الذهاب للإطمئنان عليها. وبعد ما ذهبوا وجدوا الأجهزة الأمنية أمام غرفتها. في نقطة مهمة جدا عايزين احنا نتكلم عنها بما أننا بنتحدث عن يعني هاتين الجريمتين، انه امس احنا تابعنا طبعا المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، طبعا كان في بيان عاجل كان عن حذف فيديوهات قتل نيرة اشرف، وشدد المجلس الاعلى على ضرورة حذف هذه الفيديوهات لانها الحقيقة بمثابة تحريض، لانها بمثابة تحريض، فيجب علينا الابتعاد عن اي اثارة او اي تحريض، لان زي ما شفنا ده اللي حصل بالظبط، التحريض كانت هذه هي النتيجة. وناشد ايضا المهندس، ناشد الكاتب الصحفي كرم جبر وتم الاتفاق مع المهندس عبد الصادق الشربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحف والمواقع الإخبارية بضرورة حذف اي فيديوهات، وتم التنسيق بين كافة المواقع الإخبارية لحذفها. وخليني اقول لكم انه المجلس الاعلى للاعلام يعني تواصل مع ادارة فيسبوك ليقوموا بحذف أي فيديوهات تتعلق بقتل نيرة أشرف. والحقيقة الموضوع ده بشكل عالمي بنتابعه على طول في برلمانات في دول عديدة من العالم، تم تقنين هذا الأمر وأنه يتم حذف أي فيديوهات أي مقاطع فيها مشاهد من العنف والقتل وإراقة الدماء. بالتأكيد في نهاية هذه التغطية بندعو الله أن يتغمد الفقيدتين إيمان رشيد وأيضا نيرة أشرف بواسع رحمته، ونتقدم بخالص التعازي للأسرتين. وإن شاء الله إحنا في انتظار الأيام القادمة كل تفاصيلها نتابعها مع حضراتكم، وكلنا ثقة في عدالة القضاء المصري. شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة، وكونوا معنا دائما على شاشة تلفزيون يوم السابع. إلى اللقاء.